اللحمة بالصينية أكلة معروفة وطيبة، موجودة بكل بيت. مكوناتها: نحتاج نص كيلو لحمة مفرومة ناعم، ونحتاج 4 حبات بطاطا مقطعة بالشكل هاد، نحتاج حبتين بندورة مقطعة بالشكل هاد، نحتاج 2 ملاعق زيت نباتي وملح وفلفل أسود، حبة بصل مقطعة بالشكل هاد، وشوية بقدونس. هاي مكونات طبختنا لليوم، ما بتحتاج كتير مقادير. فينا نحط لها كمان حد، فينا نحط لها بابريكا، فينا كل واحد حسب ذوقه. أنا بفضل إنه هيك تكون خفيفة البهارات، بتعطي طعمة زاكي، وإن شاء الله تنال إعجابكم. هلأ رح نخلط اللحمة قدامكم ونشوف بعدها الطريقة هاي. إحبابيين، لما بنجيب وعاء بهالشكل هاد بنحط اللحمة مشان نخلطها قدامكم. نحط لها البقدونس اللي حكينا عنه والبصلات، هي بعد ما حطينا البصلات والبقدونس بنملحها ونحط الزيت اللي حكينا عنه والبهارات الفلفل. حبايبي بعد ما حطيناها هلا بنخلطها بهالشكل هذا. حتى يتجانس كلها مع بعضه. هلا بيقولوا البصلات اكثر من اللحمات، عم يشوفوني لا اللحم اكثر، بس هلا بعد شوي حتى يتجانس البصل مع اللحمة والبقدونس سوا. في اصول يكون فيها بصل، لان البصل بيعطي طعم زاكي للحم. خلصهم، نشوفكم بعد المرحلة حبايبي. حبايبي هلا هيك بعد ما خلطناها سوا كل جلس مع بعضها، هلا نفس الوعاء اللي خلطناها فيه نطبخها فيه هون، لأنه هلا زفرة اللحمة والدهنة كلها هيك ما بتخلي علق الصينية أو شي. هلا بنطبق البطاطا. عملية تطبيق البطاطا سهلة كتير هيك بهالشكل. ها لو كان طبقتين بطاطا ما بيأثر، بطاطا هذا مع الاستواء كله بيروح نيفيا. اللحمة حطها فوقها يا حبايبي. هلا هيك ظبطت اللحمة بطهرة هيك بالشكل هذا. تقل عليها شوي مشان لحتى تطلع منظرها كتير حلو.
كل منظر ما شاء الله. بعد ما نخلص هيك بالشكل هذا بنطبق البندورة. يعني هي طبخة كتير سهلة وسريعة، مكوناتها مو كتير صعبة. الواحد كمان يستغني عن هاي البندورة، يحط بندورة من الصغيرة، شيري طماطم أو هاي حبوبات البندورة الصغيرة، ميني طماطم بيقولولها أو سمول، هاي كتير منيحة بتعطي طعم كمان زاكي لأنه فيها حموضة. شبع بالبندورة، يلا خذ البندورة كله مستوي. صارت معنا بالشكل هذا. هلا بنحمي الفرن على حرارة 200 أو 250 حسب الفرن اللي عندكم بالبيت، الأفضل يكون 250. ايه بنحطها نص الفرن. قبل بعد ما صارت معنا بالشكل هذا انا بحط الفرن بعد ما حمى عن الفرن. نص الفرن هيك يا حبايبي، هاي النتيجة بعد ما صرنا تقريبا 45 دقيقة. شوفوا لي هالشكل، هي زغرت شوي لأنه بس نحط بالفرن إجبار عليها الشي بده يصير لأنه اللحم بالضبط، بس شي الكيف هذا الشكل النهائي.